السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم بياكم، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب. كلامي معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا هو عن الجار. في مثلنا في كلامنا نقول: الجار جار ولو جار، يعني ولو ظلم يبقى الجار له قيمته وله حقه وله احترامه ولو جار. ولذلك الإنسان يتحمل جاره ولو يعني أتاه منه الأذى، يتحمل هذا الجار. حديثي كما قلت عن الجار، الجار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إلى هذه الدرجة سيورثه؟ نعم، حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقة. هذا الجار له حق في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن دائما نسعد بانتمائنا لهذا الدين العظيم حقيقة، الذي لم يترك شيئا إلا يعني راعاه واهتم به، فأعطى الجار حقا عظيما. حتى لو كان هذا الجار كافرا له حق الجوار، فإن كان مسلما له حق الإسلام وحق الجوار، إن كان قريبا له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. فهذه الحقوق ترى هل أعطيناها حقها؟ هل فعلا نحن الآن نعطي الجار حقه؟ سؤال: هل تعرفون جيرانكم؟ هل تعرفون أسماءهم؟ هل تعرفون عدد أولادهم؟ هل تعرفون هم أغنياء أو فقراء؟ هل تعرفون أشياء أخرى عن جيرانكم، عن أقاربهم، عن أمور كثيرة جدا لا تعدوها كما يظن البعض أنها من التدخل في شؤون الآخرين؟ لا لا، بل معرفة الجار ومعرفة حقه ومعرفة هل هو جائع أو شبعان وغير ذلك، كل هذا حقه عليك. والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، قضية دين، لا يؤمن. وعندما ينفي الإيمان صلوات ربي وسلامه عليه دل على أن هذه من الكبائر، أن شيء حرام. والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني إذا كان جاري لا يأمن شري مصيبة، يخاف مني أني آتيه بالشر، يخاف من أذيتي، يتوقع أذيتي له مصيبة، هذا يعني كما يقولون لا خير ولا كفاية شر. يعني المفروض أن لا يأتي جارك منك إلا الخير، لا تعطيه إلا الخير. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى هذه الدرجة. ويقول لأبي ذر الغفاري: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وأهدي إلى جيرانك. ولما سألته عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أي جيراني أهدي؟
قال إلى أقربهم منك بابا بغض النظر عن دينه، حتى لو كان غير مسلم لكنه جار وهو أقرب إلي بابا من المسلم هو أولى بهذا. ولما قيل لعبد الله بن عمر قال أهدي إلى جيران، قال إنه يهودي، قال به فابدأ. هذا الإسلام، هذا دين الله تبارك وتعالى. يمرض جارك تزوره، يحتاج تساعده، عنده فرح تشاركه، عنده ترح تشاركه، عنده ضيق تخفف عنه تواسيه. المهم أن تعطي جارك حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمهات المؤمنين لا تحقرن لمن المعروف شيئا ولو أن تهدي لجارتك فرسا شات، كراعين أقدام الشات تطبخ وتهدى، حتى لو لم تطبخ. هذا إذا لم يكن عندك، وإن إذا كان عندك ما هو خير من ذلك أعطي الخير، ولكن القصد الإنسان لا يحتقر شيئا، المهم أن يهدي لجاره. تهادوا تحابوا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد جاره اليهودي لما مرض ابنه، عاده النبي صلى الله عليه وسلم زاره وهو مريض صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد أن يعطى الجار حقه الذي له. والإسلام هو دين الإحسان، دين الإحسان إلى الجار والقريب والصديق والبعيد، بل وإلى الحيوان. هذا دين الله تبارك وتعالى. بل ذكر بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وذكر من عبادتها وصيامها، قال يعني مدحها في عبادتها وغير ذلك، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إنها تؤذي جيرانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. الله أكبر. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل جيرانها هل هم من أقاربها أو لا، لم يقل جيرانها هل هم مسلمون أو لا، ما سأل صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه جار. قال تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. فعلينا إذن أن نهتم بأمر الجار، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في جيراننا، وأن نعطيهم الحق الذي لهم، ومن ذلك إكرامهم، أن نكرم جيراننا، أن نعطيهم من مالنا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك، أن نعطيهم من أوقاتنا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك، أن نعطيهم من اهتمامنا إن كانوا يحتاجون إلى ذلك. أي شيء يحتاجه جيراننا يجب أن نشاركهم فيه. وسلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في العناية بجيرانهم، حتى إن أحدهم أراد أن يبيع بيته، قال بيتي ب50,000 وجاري ب100,000، يعني أبيع البيت ب150,000، 50 ثمنا للبيت و100 ثمنا للجار، وذلك لحسن خلق جاره وأدبه ودينه وحسن جواره، يقول أبيع جواره ب100,000. فلما علم جاره بذلك قال هذه 50,000 وأنا أشتري جوارك، أنت لماذا تبيع؟ محتاج، هذه 50,000، لكن ابقى لا تبيع بيتك. والعكس صحيح، العكس صحيح، كان أحدهم يؤذي جاره فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جاري يؤذيني، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اجعل متاعك خارج البيت،
يعني أخرج متاعك خارج البيت، يعني أثاثك، أغراض البيت من الثلاجة، من هذا أخرجها خارج البيت كأنك تريد أن تغادر البيت. فقام وأخرج أمتعته خارج البيت، فكلما مر عليه أحد قال لماذا أخرجت متاعك؟ قال آذاني جاري وإني أريد أن أخرج. فصاروا يسبون الجار، كلما مر الناس قال لماذا، لأن شيء يلفت النظر، لماذا متاعك خارج البيت؟ قال جاري يؤذيني وأريد أن أغادر. فصاروا يسبونه. وصل هذا السب إلى الجار، فجاءه قال أدخل متاعك ولك علي أن لا يأتيك مني أذى. خلاص أتوب، أتوب خلاص، لك مني أن لا يأتيك مني أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يؤذي جاره. مجرد الأذية، يقول أهل العلم، أهل العلم إذا كانت الأذية محرمة فالإضرار به أشد، أشد. إذا كانت الأذية محرمة الضرر أشد، لأن الضرر أشد من الأذية. الإنسان قد يتأذى من الكلام، قد يتأذى من النظرات، قد يتأذى من الإهمال، قد يتأذى من عدم السلام، يعني أمور كثيرة جدا. يقول إذا كان يصله ضرر من جاره فهو لا شك أنه أشد. فحق جارك عليك وحق جاري علي أولا أن أكرمه، إذا لقيته أن أبدأه بالسلام، إذا احتاج أن أساعده، إذا كان عنده فرح أشاركه، إذا كان عنده عزاء أشاركه، إذا كان عنده حاجة أساعده. المهم أن أقف معه. ثم بعد ذلك إن كان جاري فلا يصله مني أذى، ومن باب أولى ألا يصله مني ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا يصل ضرر مني لجاري. اكتفينا؟ لا. فوق هذا أتحمل أذى، يعني لا يأتيه مني أذى وأتحمل أنا أذى، لا يأتيني منه، لا يأتيه مني ضرر وأتحمل ضرره، أتحمل وأقول إنه جار وللجار حق وله علي أن أتحمل هذا الضرر. أم تريدون أن نكون كمن لا يدري من هو جاره؟ أنا أذكر يوما وأختم بها أنني قصدت شخصا توفي رحمه الله تعالى، قصدته في بيته، وكنت أتيت بيته مرة من زمان، فلما وصلت إلى يعني الشارع الذي فيه بيته تشككت في البيت، هذا أم هذا، كنت يعني متشكك هذا بيته أو هذا بيته، وأنا أنتظر أطرق أي البابين، قدر الله خرج يعني شاب من أحد البيتين، يعني في ذلك الوقت عمره 16 سنة، يعني ليس صغير الرجل. فقلت له هل هذا البيت بيت رحمه الله عبد الله المهنة، الدكتور عبد الله المهنة؟ قال لي لا. أسأل عن البيت الذي هو فيه، قلت هذا بيت الدكتور عبد الله المهنة؟ قال لا. قلت له أين بيت عبد الله المهنة؟ قال لا أدري. قلت هذا البيت الذي أنا شاك فيه إن احتمال هو بيت دكتور الله يرحمه، قلت هذا بيت من؟ قال لا أدري. قلت أنت مستأجر هنا؟ أنتم مستأجرون هنا؟ قال لا هذا بيتنا. قلت أنت مولود هنا؟ قال نعم. قلت ما تعرف جارك الملاصق بيت من هذا؟ قال والله لا أعرف. سبحان الله، وأنا أتحدث معه، لأن كنت على موعد مع الدكتور رحمه الله، وأنا أتحدث معه خرج الدكتور عبد الله المهنة، فقلت له فضحك، قال سبحان الله جاري ملاصق طوفة بالطوفة ولا يعرف بيت من، وهو مولود يعني صار له 16 سنة في هذا البيت ولا يعرف، والله المستعان. فالمهم نعتني بجيراننا ونتعرف عليهم، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.